في ليبيا سيطر مسلحون من تنظيم داعش على محطة باهي النفطية وحقل المبروك يوم الثلاثاء بعدما اضطرت قوات حرس المنشآت إلى الانسحاب من المنشآتين بعد معارك مع مسلحي تنظيم. من جهة أخرى قالت مصادر إعلامية إن طائرة حربية تابعة لقوات فجر ليبيا نفذت ضربات جوية على مينائي راس لانوف والسدرة ليلة أمس ما أدى لوقوع أضرار طفيفة. وتأتي هذه التطورات عشية زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إلى طبرق وطرابلس وتزامنا مع موافقة برلمان طبرق على العودة إلى الحوار. هذا الحوار يستأنف يوم الجمعة المقبل في المغرب وفقا لمصادر ليبيا.